صباح الخير يا كيجي، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله انكم تكونوا بخير. اليوم يا حلوين بدنا نتذكر انا وياكم شو الحروف اللي احنا اخذناها خلال الاسبوع، وبدنا كمان نتعرف على كلمات الاملاء. اوكي يا حلوين، املاء متى الاملاء؟ احسنتم، غدا ان شاء الله. اوكي يا حلوين، بداية بدنا نروح عند اول حرف احنا تعرفنا عليه، وهو حرف النون. احسنتم، هو حرف النون، برافو عليكم. بالبداية احنا عنا شكلين لحرف النون، الشكل الاناني والشكل المساعد. لما انا بدي اجي اختار شكل من أشكال حرف النون حتى أربطه بحروف المد الطويل اللي هم آ أو إي، حختار الأناني ولا المساعد؟ برافو عليكم، المساعد. إذا أنا هون لازم أختار حرف الإن، المساعد. برافو عليكم، يلا يا كيجي نربط مع بعض. إن آ، شو بتصير مع بعض؟ نا، برافو عليكم. ان او، شو بتصير مع بعض؟ نو، احسنتم، مقطع نو. ان اي، شو بصيروا مع بعض؟ ني، برافو عليكم. اذا عندي مقطع لحرف النا، الان نا نو ني، برافو عليكم. هلا يا حلوين بدي اختار شكل من اشكال حرف الان حتى أربطه مع المدود القصيرة اللي هم الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة، برافو عليكم. رح أختار أي شكل، بصير أختار أي واحد فيهم، برافو عليكم. إذا خلينا نختار الشكل الأناني. أوكي يا حلوين، هاي اخترنا الشكل الأناني، برافو عليكم. إن حطينا عليه حركة الفتحة، شو بصير؟ نا نا، برافو عليكم. إن حطينا عليه شكل حركة الضمة، شو بصير مع بعض؟ نو نو، برافو عليكم. حرف الإن حطينا عليه حركة الكسرة، شو بصير مع بعض؟ ان اي ني ني، بس نحكيها بشكل سريع لانه هو قصير، برافو عليكم. ان حطينا عليه حركة السكون، بتغير صوته؟ لا، بضل ان، برافو عليكم. اوكي يا حلوين، هلا خلينا نكتب حرف الان ونحط عليه حركات الشدة. كم مرة بننادي على صوته وبنشد؟ ان ان، مرتين، برافو عليكم. اذا نا نو ني ان ان ان، برافو عليكم. هيك يا حلوين انا ربطت المدود الطويلة مع حرف النون، كونت مقاطع وغيرت صوت حرف الان مع الحركات الخمسة. اوكي يا حلوين، هلأ بدنا نتذكر انا وياكم شو تاني حرف احنا اخدنا صوته زي الهواء. احسنتم، حرف الهاء، حرف الهاء، برافو عليكم. الهاء كم شكل له يا كيجي؟ اربعة، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، آخر الكلمة ولكنه متصل، آخر الكلمة ولكنه منفصل. إذن كم شكل لحرف الهاء؟ أربع أشكال، أربع أشكال، برافو عليكم. هلأ يا حلوين بدي أختار شكل من أشكال حرف الهاء حتى أربطه مع المدود الطويلة. ممكن أنا أختار بس شكلين أربطهم مع المدود الطويلة اللي هو حرف الهاء في أول الكلمة وحرف الهاء في وسط الكلمة، آخر الكلمة ما بختاره،
ما بربطهم مع حروف المد الطويل. إذن بختار الشكل الأول الكلمة ووسط الكلمة. أحسنتم. خلينا نختار أنا وياكم في أول الكلمة. أوكي يا حلوين، شو حروف المد الطويل؟ أ أو إي. برافو عليكم. إه أ ها إه أو هو إه إي هي. إذن إه أ ها إه أو هو إه إي هي ها هو هي. أحسنتم. هلأ يا حلوين بدنا نختار شكل من أشكال حرف الهاء أربطه مع الحركات، مع المدود القصير اللي هي فاتحة ضمة كسرة سكون شدة. برافو عليكم. فيني أختار يا حلوين أي شكل من أشكال حرف الهاء حتى أنا أغير صوته، يعني عادي لو اخترنا أي شكل من أشكال حرف الهاء بصير. أوكي يا حلوين، خلينا نختار الشكل بآخر الكلمة ولكنه منفصل. أوكي يا حلوين، نكتبه هون. أوكي، يا إه فتحة، شو بصيروا مع بعض؟ إه أ ها ها. أحسنتم. إه أو هو هو. برافو. إه إي هي هي. برافو عليكم. إه سكون، شو بصير يا كيجي؟ إه بضل صوته زي ما هو. إه شدة، بصير إه إه، بنشد عليها مرتين. إه إه. إذن ها هو هي إه إه إه. برافو عليكم. هلأ يا حلوين بعد ما خلصنا وتذكرنا شو الحروف اللي إحنا أخذناهم اللي هو حرف النون وحرف الهاء. أوكي يا حلوين، اليوم في عنا تدريب على كلمات الإملاء، بدنا نترجاهم أنا وياكم مع بعض. جاهزين يا كيجي؟ برافو عليكم. يا حلوين نيجي لأول كلمة وهي إيه أو هو هو. إد هد هد. إيه أو هو هو. إد هد. برافو عليكم. إيه أو هو هو. هد هو هد هو. إد. يا نركز نركز. هو إد هد هو إد هد 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 هد. وهو اسم طائر. أحسنتم. هو هو هد 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 هد. أحسنتم. نيجي لتاني كلمة عنا. إه آ ها ها. إت هات هات. إف ها تف ها تف هاتف. إذن ها تف هاتف. برافو عليكم. نيجي للكلمة اللي بعدها. إه إي هي هي. إه إي هي هي. لا هي لا هي لا هي لا هي لا. ال هلال هلال. خلينا مع بعض. يلا. إه إي هي. لا هي لا. الآ لا هي لا هي لا. ال هلال. أحسنتم. نيجي للكلمة اللي بعدها.
إن أ ن ن إح نح نح إل نحل نحل. أحسنتم. أوكي يا حلوين. إل إي لي لي. إل أ لا إي لي لي. مو ليمو ليمو. إن ليمون. إذن إل أ لا إي لي لي. مو ليمو. إن ليمون. برافو عليكم. الآخر كلمة عنا هي كلمة إس أ صا صا. بو صابو صابو. إن صابون صابون. خلينا مع بعض. إس أ صا بو صابو. إن صابون. أوكي يا حلوين. هيك إحنا بنكون خلصنا كلمات الإملاء واللي هم هو هد 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 هد. هاتي هاتي. إف هاتف. هي لا هيلا. إل هلال. نح إح نح. إل نحل. ليمو ليمو. إن ليمون. صابو صابو. إن صابون. إذا عندنا كلمات الإملاء واللي هم هد هد هاتف هلال نحل ليمون صابون. بتمنى كلياتكم تجيبوا علامات كاملة وأكون أنا مبسوطة منكم. بحبكم كتير. باي باي.